السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أطفالي الحلوين وحشتوني جدا. أنا ميس خلداء، النهاردة هشرح لكم الدرس التاني في الوحدة التانية بعنوان كاد العطش يقتله. النهاردة هنحكي عن رجل كان يسير في الصحراء وحس أنه عطشان جدا، والماء بتاعته خلصت، فدور على بئر من الماء فوجد ونزل البئر وشرب. ولما طلع عشان يكمل مشي تاني لقى كلب صعب عليه جدا، والكلب ده كان مخرج لسانه عطشان من كتر ما هو عطشان. فالراجل حس ان هو كان زيه كده بالظبط لما كان عطشان، فرجع تاني بئر الماء ونزل وملأ الحذاء بتاعه وطلع شرب الكلب، والكلب بعد ما خلص ابتسم وهز ذيله، وده كان معناه ان الكلب فرحان ومبسوط ان هو هز ذيله. يحكى أن رجلا كان يسير في الصحراء وقت الظهيرة، وقد توهجت حرارة الشمس، فأحس الرجل بالظمأ وجف حلقه من العطش، وكان قد استنفد ما معه من ماء. وأخذ الرجل يبحث بلهفة عن الماء هنا وهناك، فأسرع الرجل ونزل البئر وشرب حتى ارتوى. وبينما كان الرجل يصعد من البئر رأى كلبا يلهس من شدة العطش، فقال لنفسه وقد أثر فيه منظر الكلب تأثيرا بالغا، هذا الكلب المسكين لحق به من العطش مثلما لحق بي. وهبط إلى البئر وخلع حذاءه وملأه بالماء وأخذ يسقي الكلب حتى أرواه، فنظر الكلب إليه شاكرا وانصرف وهو يهز ذيله. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقى فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له، رواه البخاري. تعالوا بينا بقى نتعرف على مفردات الدرس. المفرد وجمعه: رجل، رجال، مرة، مرات، بئر، آبار، منظر، مناظر، حذاء، أحذية، رسول، رسل، أنفاس مفردها نفس. الكلمة ومضادها: الظمأ عكسه الارتواء، خلع عكسها ارتدى، ملأ عكسه أفرغ، شاكرا عكسه جاحدا. وبكده نبقى خلصنا المفردات. تعالوا نتعرف بقى على الأسئلة.